ومثل الزارع لأن في الوقت ده كان حتى في مصر في الوقت السيزون ده هو بذر البذور أو رمي البذور في بداية الحصاد السنة أو الزرع السنوي. فكانت الكنيسة بتفكر برضو بالمثل الروحي اللي أعطاه المسيح عن مثل الزارع. وهنا في مثل الزارع في ثلاث أنواع من التربة، تربة أرض جيدة وأرض صخرية وأرض فيها شوك، وكل واحد ليه معنى. عشان كده الأرض هنا تمثل القلب اللي بيقع عليها كلمة ربنا، وحيثما تثمر كلمة ربنا فتأتي بالثمار المطلوبة. هكلمكم النهاردة على أهمية القلب في الحياة الروحية، معنى القلب في الحياة الروحية. القلب مصدر هام لحياة الجسد من الناحية العضوية. لو حصل أي حاجة بالنسبة للقلب بيضعف الجسد كله، لأن هو مصدر ضخ الدم في الجسم كله. فبالنسبة للحياة العضوية القلب ليه عامل كبير في حياة الإنسان. علشان كده برضو أهميته في الحياة الروحية وفي الحياة الاجتماعية في كل تعاملات مع النفس مع الناس. القلب هو مصدر كل الفضائل وأيضا مصدر كل الرذائل، لأن زي ما الكتاب بيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. عشان كده القلب يعبر عن الإنسان، عن خفاياه، نواياه، مركز المشاعر، مركز العواطف، مركز الحب، كل ده يتسمى بالقلب. يعني حتى الواحد في مشاعره او عواطفه يقول لو كان متضايق يقول باللفظ كده العام، يعني يقول لك فانا قلبي اتحرق مثلا على الموضوع ده. او واحد بيحب بقلبه، عارفين زمان الولاد بتوع المدارس لما كانوا يرسموا قلب على الشجره ويحط سهم كده رايح جاي، فكان ايه ده القلب ده رمز بتاع رمز الحب. فالقلب ليه مصدر عامل كبير قوي في الحياة الروحية. والحياة الروحية ليست مجرد ممارسات في العبادة أو فضائل ظاهرية، وإنما هي حياة قلبية، حياة قلب يرتبط بالله بعلاقة حب تنبع منه علاقة طاعة وخشوع. وكل ما يتصف به الإنسان من فضيلة وعبادة إنما هو نابع من قلبه ومن حب هذا القلب للخير. الحياة الروحية ليست هي ممارسات خارجية، يعني الواحد يجي الكنيسة أو يصلي أو يقف يصلي وبس، ممارسات خارجية، أو هي وصايا تنفذ لأجل الطاعة، إنما هي قبل كل شيء حياة القلب مع الله. وهنرى علاقة القلب بالمشاعر وباللسان وبالفكر والإرادة وعلاقته بالتوبة والعبادة. القلب مصدر المشاعر، فيه الحنو والطيبة، وفيه القسوة والشدة، وفيه الإيمان والثقة، وفيه الشك وفقدان السلام، كل ده من داخل القلب. فيه التواضع وفيه الكبرياء، وفي المحبة وفيه الكراهية، كل ده داخل القلب الإنسان. ممكن الإنسان يقول كلام بلسانه أنه متضع، أنا أقل من الكل، أنا أوحش واحد، أنا وكده. وبعدين لما يجي واحد يكلمه كلمة وشه يحمر ويبقى هياكله. ليه؟ لأن الكلام مش نابع من القلب. لو الإنسان من قلبه فعلا شاعر إن هو آخر الكل، شاعر إن هو فعلا لا يستحق شيء، حتى لو الواحد كلمه كلام هيقبله، هيقول ما هو يعني ده كويس إن ربنا ما ظهرش كل اللي في قلبي، كانت الناس هتقول عليه إيه. عشان كده التواضع الحقيقي هو تواضع القلب، والكبرياء هي ارتفاع القلب وتشامخ الروح. وأيضا الخطية تبدأ من القلب، لأن ممكن الإنسان ينظر نظرة والنظرة دي تختزن في قلبه وتتحول إلى شهوة، وثم يتم بها الفعل. القلب أيضا فيه الخوف وفيه الاطمئنان. يعني ممكن واحد يبقى قلبه دايما خايف أو مرتعب أو مش مطمن. واحد ممكن يخاف ويرتعش
ويتخيل ان كل شيء بيعمله ليه نتائج مرعبة. واحد تاني ممكن يقابل كل عمل بسلام وثقة وفي منتهى الخير ان ربنا هيرتب كل الامور للخير. عشان كده القلب يشمل كل شيء فيك ومنك، يعني في داخلك واللي بيطلع منك من تصرفات. ده ممكن الإنسان يحكم هل هو قلب طيب أو قلب قاسي. كل الخير اللي فيك مصدره القلب، وأيضا لو كان حتى الإنسان في شر في داخله بيبقى الشر ده ساكن في قلبه. عشان كده كلمات لسانك نابعة من قلبك. لو كان قلبك فعلا تقي وقلبك ملتصق بربنا يبقى كلماتك هتطلع حسب ما يوجد في قلبك. يقول لأنه من فيض القلب يتكلم اللسان وكذلك أفكارك أيضا. عشان كده إن كان في قلبك حب يظهر الحب في معاملاتك مع الناس. لو فعلا في قلبك حب ناحية ربنا والناس لما تيجي تتعامل مع الناس الناس هيشعروا بهذا الحب. إن كانت في قلبك عداوة وكراهية يظهر أيضا في كل تصرفاتك ويبدو أيضا في لهجة صوتك وفي نظرات عينيك. يعني الشخص برضو اللي في قلبه كراهية وعداوة تلاقيه ده يظهر حتى في ملامحه أو في كلامه. ومصدر كل ذلك هو القلب، لأن لو كان في القلب رياء أو نفاق يظهر أيضا في تعاملاته مع الناس. تاني حاجة القلب والفكر. القلب والفكر بيعملان معا، كل منهما نتيجة للآخر. يعني مشاعر القلب تسبب أفكارا في العقل. يعني لو أنت عندك مشاعر كراهية ناحية واحد هتقعد دايما تفكر فيه كل حاجة وحشة. لكن لو أنت بتحب الإنسان مشاعر في داخل قلبك فهيبقى أفكارك تجاهه أفكار إيجابية. عشان كده الناس الوجوديين والملحدين رفضوا الله بقلوبهم ودخلت أفكار الإلحاد إلى أذهانهم. إذن الإلحاد قد يكون من القلب والفكر معا. يعني بدأوا من داخلهم يفكروا أفكار ناحية ربنا وبعدين تحول هذا إلى فكر. ممكن واحد يكون بينه وبين إنسان محبة ويجي واحد ثالث يغير فكره من نحوه. يعني واحد يجي يكلمك على الشخص اللي انت بتحبه ده فتبدأ قلبك يتغير من نحوه، ومع تغير قلبك تتغير أيضا ملامحك وكلماتك ومعاملاتك. عشان كده دايما خلي بالك أي واحد يجي يكلمك وانت فيها شخص تكون انت بتحبه ما تصدقش على طول الكلام، وأول اختبر بنفسك وبعدين ابدأ كون الفكرة. ساعات واحد يجي يلقي في أذاننا كلام والكلام ده نصدقه ويتحول في القلب إلى مشاعر ثم أفكار ثم تترجم إلى تعاملات مع الناس دهية اللي إحنا بنتعامل معاهم. كمان حسبما يكون فكرك يكون قلبك أيضا. يقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك. دي كانت شريعة موسى اللي الله أعطاها لموسى. وتجديد الذهن يجلب تجديد القلب. يعني لما الإنسان دايما يفرغ ذهنه من كل أفكار شريرة أيضا يوصل لدرجة نقاوة القلب. لما واحد يكون دايما أفكاره مش كويسة وبتحاربه أفكار مثلا جنسية أو أفكار شريرة دي بتتحول إلى مشاعر داخل القلب. لكن لما الإنسان يحرر نفسه من الفكر ده يحاول يبعد الأفكار دهية عنه هيهدأ القلب فيما بعد. عشان كده القلب زي ما في مشاعر وزي ما القلب بيؤثر في الفكر القلب أيضا يؤثر في الإرادة. يعني إرادة الإنسان لو ملأت محبة الله قلب إنسان لا يستطيع أن يخطئ، لأن محبة الله
تسيطر على تصرفاته فتتجه إرادة الإنسان نحو الله كلية. يعني إرادة الإنسان تعتمد على قلبك، زي الزرع النهاردة الأرض دي، إيه نوع التربة بتاعتك؟ فيها شوك، فبالتالي إرادتك هتبقى إرادة ضعيفة، أو نوع فيها صخر هيبقى ملهاش جذور. عشان كده إن كان القلب غير كامل في محبته لله، إرادته تكون متزعزعة، تتصرف حسب التأثيرات الخارجية عليها إن كان خيرا أو شرا. بمعنى إن لو مش قلبك كامل نحو ربنا هتتحارب، أو إرادتك مش كاملة في إنك تتمم الصوم والصلاة وإنك تيجي الكنيسة، بالتالي هتكون إرادتك ضعيفة لأن قلبك مش ممتلئ بمحبة الله بالكامل. إن كان القلب يتميز بالجدية والتدقيق والالتزام بالقيم والمبادئ، دي كلها هتظهر في إرادته، إزاي إن هو يمنع رجله إنه يروح مكان شرير أو يسمع كلام شر أو يفعل الشر، لأن دي كلها أشياء بتقوي إرادته. حاجة تانية، القلب واللسان. إيه علاقة القلب واللسان؟ يقول من فرد القلب يتكلم الإنسان، الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يتكلم بالصالحات، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يتكلم بالشر. ممكن واحد يقول كلمة مش كويسة لواحد، وبعدين واحد تاني كده يتدخل يعني عايز يهدي منهم ويقول له إيه؟ يقول له يعني معلش ده قلبه طيب. لا، القلب الطيب لا يخرج كلمة شريرة، لأن من فضلة القلب يتكلم الإنسان. لو أنت فعلا في قلبك خير، مش ممكن تقول كلمة شريرة على إنسان أو تشتم إنسان، لأن لو الإنسان تملق إنسان ده يسموه الرياء، يعني تقول كلام مش موجود في الشخص اللي قدامك، وده بيبقى عادة نتيجة انك عايز تاخد منفعة منه، فتقول له كلام، تقول له انت كويس، انت حلو، انت مفيش زيك، انت كده، وتتطور وراه. واحد يقابلك تقول ده فلان ده شطان، ده فيه وفيه وفيه وفيه، وتتكلم عليه. ده اللي يسموه الرياء اللي وبخه المسيح في الكتبة والفريسيين، إن أحيانا كانت قلوبهم ليست متجهة نحو الله، وكانوا بيعملوا أشياء عشان يأخذوا تمجيد الناس فقط، لكن هم في قلبهم شيء آخر. خلي بالك إن ربنا في اليوم الأخير هو فاحص القلوب والكلى، يعني ربنا حتى لو أنت عندك مشاعر ونيات لا تظهرها، اليوم الأخير زي ما بيقول ستفتح الأفكار وتكشف النيات. يعني لو أنت ما تبتش أو رجعت عن نياتك دي هتكشف قدام الناس. فالمشاعر القلب دي نفسها في يوم الدينونة الله سيحاسب نفس الإنسان عليها، لأنها تحدد مصيره وتحدد إرادته. ممكن واحد يعتذر لإنسان ولا يقبل اعتذاره، لأنه بيحس إن كلماته ليست صادرة من قلبه. يعني ممكن واحد يحل موقف يقول أنا آسف أنا آسف، هو مش آسف يعني، لكن هو مش آسف على اللي بيعمله. فكان سيدنا البابا ليه قول لطيف، يعني كان سيدنا البابا دايما لما واحد يقول له أخطيت، فلما يحس سيدنا البابا ان الشخص ده ما اخطاش، يعني ما بيقولهاش من قلبه، يقول له ايه انت عايز تخلص الموضوع فبتقول اخطيت؟ ما الواحد عايز يقفل الموضوع فيقول له اخطيت فاخطيت، بس يقول له انت اخطيت فعلا، حاسس انك اخطيت وانك تايب عن الخطا، ولا عايز تقفل الموضوع عشان تمشي؟ فممكن واحد يعتذر لواحد وهو في قلبه مش حاسس إنه هو أخطأ ناحية الأخ ده، بس بيقول له آسف وخلاص عشان ينهي الموضوع. لكن عشان كده أحيانا إحنا نعتذر لناس في أخطاء أخطأنا ناحيتهم، والناس دول ساعات ما يقبلوش اعتذارنا. ليه؟ لأنه أحيانا بيحسوا إنهم الكلمات دي غير صادرة عن القلب، يعني فعلا الواحد مش حاسس بيها، بيقول كلام من الخارج فقط، مجرد كلام، بيتأسف بلسانه وبنبرات صوته
ولكن قلبه من الداخل لا يعبر على انها ان هو فعلا تاب عن هذا الخطأ. عشان كده ممكن واحد ايضا يجي يمدح واحد والشخص ده يحس ان كلام المديح ده مش طالع من قلبه. يعني ودي دايما تحصل في السياسة، يبقوا خايفين من الحاكم فيعودوا ايه يتملقوه، يقعدوا يشكروا فيه ويعملوا فيه. ما هم الناس دول، يعني هم تغيروا اللي بعد مثلا الثورة بيشتموا في النظام اللي كان قبل كده. طب انتوا نفس الناس اللي كانت بتتملق وبتقول كلام ما كلام معناه انكم الكلام ده ما كانش صادر عن القلب او مش صادر، او انسان فيه تملق والتملق ده نتيجة خوف، يا إما الإنسان خايف من اللي قدامه فبيتملقه عشان يخلص من الموضوع اللي هو بيقوله. كمان نظرات العينين وملامح الوجه بتكشف أحيانا عما يصدر من داخل القلب، ويمكن للإنسان معرفته وإدراكه. الحياة مع الله تبدأ من داخل القلب، يعني تبدأ بالإيمان والإيمان من عمل القلب. يعني الإنسان لو هو فعلا في إيمان داخل قلبه يبدأ من القلب، تثق بوجود الله، تتكل عليه، اتكالك عليه تسلمه حياتك، يسيرك كيفما تسير ويصيرك كيفما تصير. يعني فعلا الإيمان ده مش بالكلام. أكتر واحد عايز تختبر إيمانك اختبره في الشدة أو في موقف ما يكونش على مزاجك، هو ده اختبار الإيمان. لو أنت فعلا طلعت وقلت كله للخير وربنا هو اللي سمح بكده، هو ربنا اللي هيعدي وبقى أنت عندك إيمان. لكن لو طلعت تذمرت على قرار ربنا في حياتك في هذا الشكل، أو حسيت أن ده ظلم، أو حسيت أن ليه ربنا بيعمل معايا كده، بعد شوية هتحس ان الكلام ده هوت انك انت مش بتحب ربنا ومش ما فيش ايمان داخل قلبك. كمان حياة الروحية، الصلاة بتتكون علاقة مع الله. الصلاة ليست مجرد كلام مع الله، انما هي مشاعر قلب. يعني واحد بيكلم ربنا، قال لنا فأبانا الذي قال ادعوني يا أبانا، يعني يا أبونا، واحنا بنقول أبانا الذي بنقول يا أبونا. والشخص لما يدعي أبوه بابا، ده معناه إيه؟ أنه بيحبه، حاسس فيه دلة مشاعر. عشان كده المهم أن الإنسان وهو بيصلي ربنا مش يقف يقول كلمتين ويخلص نفسه، لكن هل إيه مشاعرك وانت واقف بتكلم ربنا؟ الصلاة قبل كل شيء هي شعور بالوجود في الحضرة الإلهية، وهذا الشعور يرتبط بالخشوع، وكلاهما يأتيان من القلب. والقلب لما يتخشع يظهر ده بقى في الملامح، في السجود، في الركوع، في الابتهال لربنا. كل دي الصلاة هي اشتهاق إلى القلب. في عبارة دايما نقولها، لكن في الحقيقة العبارة دي أحيانا ما بتبقاش مظبوطة. ممكن إيه واحد، ودي سيدنا البابا كان دايما يقولها، ممكن واحد يجي يقول إيه فلان ضيعني، أو فلانة ضيعت بنتي الصدقة دي، أو فلان ضيع ابني في الصدقة دي. لكن في الحقيقة اللي ضيعك قلبك، لأن أنت لو كان قلبك مستقيم أمام الله مش ممكن كان هيجي تأثير عليه من أي مكان، مفيش حاجة هتأثر فيه أبدا. لو كان قلبك قوي غير قابل للضياع، ما استطاع أن يضيعك أبدا. ما الواحد ما يرميش، يعني يسموها القلب والسبب. يعني الواحد دايما يقول ايه فلان ده اللي ضيعني، اللي ضيعته الظروف، اللي ضيع، لا. لان الانسان القوي في الحقيقه مش ممكن حاجه تهزه، او مش ممكن حاجه تشده خلف ما يكون قلبه وارادته. الارض الجديده تنبع ايه زرع جيد يؤتي 30 و60 و100، لكن الارض اللي فيها شويه شوك يخنقه. عشان كده الأرض الجيدة بتطلع زرع جيد ما يأثرش فيها شيء. واحد من القديسين مرة قال لا يستطيع أحد أن يؤذي إنسانا ما لم يؤذي هذا الإنسان نفسه. يعني ما حدش يقدر يؤذي حد غير لو أنا فعلا أذيت نفسي.
ممكن الكلام اللي سمعته غير أفكارك وشككك في شيء. القلب القابل للتشكيك قلب غير ثابت أمام الله. قوة إيمانك وفكرك لا يدخل الشك أبدا إلى قلبك. الضعيف الإيمان هو اللي يشك، اللي يقول الضيقات زعزعتني، لكن لو قلبه قوي ما كان حاجة تزعزعه أبدا. وزي ما سيدنا البابا قال، الضيقة سميت ضيقة لأن القلب قد ضاق أن يتسع لها، أما القلب الواسع فلا يضيق بشيء. القلب الواسع يتناول كل مشكلة بهدوء ويحللها، فإن استطاع أن يحلها ينتهي الأمر، وإلا يعطيه زمن تتحل فيه. مش كل مشكلة عندنا بتتحل في نفس الوقت، في ساعات نفتكر إن في مشاكل حصلت، وحسب قوة المشكلة وحسب ما تحتاج إلى حل. في مشاكل ما تتحلش غير بالوقت، وفي مشاكل ما تتحلش غير بالصبر، وفي مشاكل ما تتحلش إلا بالتفكير السليم. لكن في أحيانا إحنا لما نقع في مشاكل ويضيق القلب لاحتمالها نفتكر إنها لازم تتحل دلوقتي، لكن في بعض مشاكل المركبة نتيجة أسباب كثيرة لا تحل على طول. هقول لكم بعض صفات القلب القوي اللي هو يرمز للتربة الطيبة بتاع إنجيل النهاردة. يوجد قلب قوي لا ينهار ولا يضعف ولا يضعف مهما كانت التجارب، وقلب نقي طاهر لا يسقط مهما كانت الإغراءات، وقلب صامد يظل ثابتا مهما طال زمن المشكلة. يبقى إيه ثلاث أنواع؟ قلب قوي، وقلب طاهر، وقلب صامد. وفي قلب تاني، قلب متواضع يحتفظ باتضاعه مهما نال من مناصب وكبر، يظل زي ما هو، لا يتأثر إطلاقا بكلام أي مديح أو كرامة. عشان كده ثلاث أنواع القلب ده هي زي التربة السليمة: قلب قوي ما يضعفش أبدا قدام التجارب، قلب طاهر ما يضعفش أمام الإغراءات والمحاربات ولا يسقط، قلب صامت يظل ثابتا مهما طال زمن المشكلة، لكل شيء حل. رب يقول كده، عنده إيمان إن الله سيتدخل. قلب متضع يحتفظ باتضاعه مهما نال من كرامات ومهما علي، زي ما هو قلبه متضع. عشان كده دي أربع صفات للقلب، وتتصف بها التربة الجيدة التي تأتي بثمار. كل واحد يشوف إنسان قلبه قوي وقلبه طاهر، وفي فرق بين القوي والقاسي. القوي اللي لا ينهار ولا يضعف، لكن القاسي اللي هو ليس في قلبه رحمة أو حب نحو الآخرين. ففي فرق بين القلب القاسي والقلب القوي. القلب القوي لا يعني إنه ليس إنسان رحيم ولا محب، لكن هو قوي، قوي لا ينهار ولا يضعف أمام التجارب. قلب نقي طاهر لا يضعف أمام الإغراءات ولا يسقط أمام الإغراءات. قلب صامد يظل ثابتا مهما طال زمن المشكلة. قلب متضع يحتفظ باتضاعه مهما نال من رفع ومناصب، ولا يتأثر إطلاقا بكلام المديح أو الكرامة. إذن الأهمية في نوعية قلبك. فكل واحد يسأل فينا، هو قلبه إيه ناقص من الحاجات دي؟ هل هو قلب مش قوي بيسقط بيضعف أمام التجارب؟ هل هو قلب غير نقي ولا طاهر يسقط أمام أي إغراءات وأي شهوة؟ هل هو قلب غير صامد، كل مشكلة تجيله تعكنن عليه وتضايقه وما يعرفش يدخل فيها وما يعرفش يصلي وما يعرفش يحلها؟ هل هو قلب غير متضع، قلب متكبر لا يستطيع أن يحتمل الآخرين، وقلب أي شيء تنفخه ويكبر فيها؟ فكل واحد فينا يسأل نفسه، أي نوع من القلوب هو، وأي نوع من التربة الجيدة هو؟ هل هو قلب قوي، قلب نقي طاهر، قلب صامت، قلب متواضع؟ ولإلهنا كل مجد دائم من الآن وإلى الأبد، آمين.